أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، أرحب بكم إلى النشرة الرياضية لهذا اليوم، أسهل لها كالمعتاد بأبرز العناوين. المنتخب الوطني يستعد للقاء السعودية وديا، ومدرب المنتخب السعودي يعلن قائمة اللاعبين لمواجهة منتخبنا. لاعبو اليمن يتوجون بألقاب البطولة الآسيوية الثالثة لتنس الميدان في جدة بفئتيها الفردي والزوجي. انطلاق نهائيات بطولة المحبة والسلام للملاكمة في المكلا. أهلا بكم. يواصل منتخبنا الوطني معسكره التدريبي في الرياض قبل لقاء نظيره السعودي وديا ضمن الاستعدادات لنهائيات آسيا مطلع العام المقبل. من جهة أخرى، أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيزي قائمة اللاعبين لمواجهة منتخبنا الوطني وديا يوم الجمعة المقبل والمنتخب الأردني في 20 من الشهر الجاري. وشهدت قائمة الأخضر السعودية الذي يبدأ معسكره في الدمام بعد غد الاثنين، شهدت استدعاء بينزي للاعب السعودي تيسير الجاسم، إضافة إلى لاعبي منتخب الشباب فراس البريكان وتركي العمار. نشرت جامعة تعز الألعاب الرياضية للعام الجامعي 2018-2019، وبدأت هذه الأنشطة بافتتاح بطولة كرة القدم الخماسية التي تشارك فيها جميع كليات الجامعة. وقال مدير عام الجامعة الأستاذ عبد الرحمن الآنسي أن إدارة الأنشطة الطلابية دشنت النشاط الرياضي والثقافي بداية الفصل الدراسي الأول حتى لا تتزامن هذه الأنشطة مع مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، ما قد يتسبب بحرمان بعض الطلاب من المشاركة. وتأتي هذه الأنشطة البدنية والذهنية لإظهار مواهب الطلاب وتنميتها رغم الظروف التي يمرون بها بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وتسببت بتدمير جميع الملاعب والصالات الرياضية. وفي ختام دور المجموعات من بطولة كأس حضرموت السادسة لكرة القدم لأندية الساحل، حسم نادي الريدة الشرقية تأهله إلى الدور الثاني بعد اكتساحه شباب القارة ب5 أهداف لهدف على أرضية ملعب بن سلمان لحساب المجموعة الأولى. وبهذا الفوز رفع الريدة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بعد شعب حضرموت المتصدر ترتيب المجموعة ب10 نقاط، فيما تجمد رصيد شباب القارة عند نقطة واحدة بالمركز الرابع. ولحساب بالمجموعة الأولى أيضا، تغلب اتحاد الشبيبة على نادي دوعان ب2 أهداف في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الشاحت بالشحر. وفقد اتحاد الشبيبة أمله في التأهل إلى الدور الثاني بعد أن كان مترقبا خسارة الريدة الذي حسم تأهله أمام شباب القارة بنتيجة كبيرة ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي نادي دوعان متذيلا الترتيب بدون نقاط.
تأهل نادي صمود الصعيد إلى الدور الثاني من بطولة كأس الاستقلال أندية الدرجة الثالثة بمحافظة شبوة، وجاء تأهل الصمود إلى الدور الثاني من البطولة بعد تحقيقه فوزا صعبا على نادي سلمان الحنك بهدفين لهدف، ما جعله الممثل الوحيد عن مديرية الصعيد في الدور الثاني من البطولة. وفي افتتاح مباريات مديرية بيحان ضمن بطولة كأس الاستقلال أندية شبوة، تأهل نادي ريدان إلى الدور الثاني من البطولة بعد اكتساحه شباب عين بستة أهداف لهدف. عينت إدارة نادي الشعلة بالعاصمة المؤقتة عدن عينت جهازا فنيا جديدا لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي، وأوكلت إدارة النادي مهمة تدريب فئة الشباب للكابتن نزار با مطيرة، كما عينت الكابتن معاذ درويش مساعدا للمدرب، ووسيم محمد الحمراء إداريا، وبسام الحوتي عاملا للخدمات. استنكر نادي وحدة عدن استبعاده من دوري سعد الخميس للبراعم بسبب التزوير بأعمار اللاعبين، وقال الأمين العام للنادي أحمد عيدروس العيسى أن كل بيانات لاعبيه لفئة البراعم سليمة. من جهته أقر فرع اتحاد كرة القدم بمحافظة عدن تأجيل المباراة الاستعراضية للتكريم نادي شمسان بلقب البطولة والتي كانت مقررة أمس الجمعة، وأرجح الاتحاد سبب ذلك إلى النظر بشكوى نادي الوحدة ضد إجراءات لجنة المسابقات. حقق لاعب المنتخب اليمني للتنس نورس حسين حقق المركز الأول لفئة الفرد في البطولة الآسيوية الثالثة للتنس فئة الناشئين بمدينة جدة السعودية، وتوج نورس حسين بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الأردني زيد مشني بمجموعتين دون رد. وفي فئة الزوجي حصل لاعبا منتخبنا الوطني نورس حسين وعبد الرحمن سعيد على المركز الأول في البطولة الآسيوية الثالثة للناشئين بجدة، وجاء تتويج منتخبنا بلقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على الأردني زيد مشني والسعودي محمد سعد الدين بمجموعتين دون رد. اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن منافسات التنس لاختيار ممثلي المنتخب اليمني في بطولة غرب آسيا للناشئين تحت السن 13 عاما، والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 2 ديسمبر المقبل وحتى 12 من الشهر ذاته. وشارك في المنافسات 6 لاعبين من نادي التنس العدني ونادي مصافي عدن ونادي مصافي عدن ونادي التنس بصنعاء. وأسفرت المنافسات عن اختيار 3 لاعبين وهم محمد فهمي مكي وترتيل أحمد فائز من نادي التنس العدني وأحمد قائد الخينة من نادي المصافي. انطلقت مساء أمس الجمعة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت نهائيات بطولة المحبة والسلام للملاكمة والتي ينظمها الاتحاد اليمني للملاكمة برعاية وزارة الشباب وزير الشباب والرياضة نايف البكري، ويشارك في البطولة 7 أندية من المحافظات المحررة التي حسمت التأهل للنهائيات، وهي نادي الميناء وشمسان من عدن ونادي الطليعة من لحج ونادي الشعب وهلال فوة من ساحل حضرموت ونادي البرق من وادي حضرموت ونادي سبأ من مأرب. مشاهدينا إليكم الآن نتائج الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ومباريات هذا الأسبوع من الدوريات الأوروبية الكبرى.
قبل الختام مشاهدينا نترككم مع مواعيد مباراة ذهاب القمة الأرجنتينية التي ينتظرها العالم وإياب نهائي دوري أبطال آسيا. في الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.